التعليق هناك بانطلاقات الهجن العربية الأصيل. تتواصل مشاهدينا الأعزاء حفلنا الكريم هذه الانطلاقات المسائية في هذه الليلة الذهبية التي ذهبت رموزها لمستحقيها بمشاركة هذه الهجنة الأصائل التي حققت الفوز والانتصار لتأتي في ختامي المرموم محققها الذهب وتستعيد الإنجازات السابقة بسجلات الحافلة ليأتي الدليل بأن دائما هناك مشاهدين الأعزاء الرموز لمستحقيها بمشاركة هذه الهجنة المنجزة ينطلق على بركة الله وتوفيق منه. الشوط التاسع في هذه الأمسية الخاص بالقعدان الثنايا المحليات الأصائل التي تنطلق بشعارات أبناء القبائل المتواجدة من الخليج. أهلا وسهلا في تحفة ميادين السباقات في أيضا هنا ميدان المرموم حيث تعلن هذه الانطلاقة قبل قليل على بركة الله وتوفيقه مع هذه الأعداد المشاركة والشعارات المنطلقة حيث نسير مع مقدمة هذا الشوط ناتي بالمركز الأول والمقدمة صدارة الشوط والمركز الأول يأتي أيضا على الصدارة وعلى المركز الأول. هذا هو شعار محمد بن ناصر بالعوض المنهالي يقدم ايضا هذا الاسم شاهين على مقدمة هذا الشوط. ننتقل الى المركز الثاني شاهين سعود بن علي بن عبد الله الحبسي يتواجد في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق. الواعي في المركز الثالث مطر بن قارب بن مصر المنصوري ياتي في المركز الثالث مباشرة الى المركز الرابع. هذا منادي يتقدم في المركز الرابع لمحمد محمد بن صالح بن حمد القمرة يتواجد في هذا الانطلاق مباشرة إلى المركز الخامس حيث يأتي مطفي عبد الله بن سالم بن عبد الله المصافي. ننتقل إلى المركز السادس يتواجد هناك أيضا شعار هلال بن سعيد بن هلال الظاهري. هناك امزاقي يتقدم ايضا في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي من خلال هذه التحديات المثيرة في انطلاقة هذا الشوط في تحدي هذه الاسماء. ننتقل الى المركز السابع حيث يتواجد مشاهدينا الاعزاء لينطلق ايضا في المركز السابع خلال هذا الانطلاق المميز. تدخل ايضا في هذه اللحظات وصل هايق سعيد بن سيف بن عبد الله بن كديدة يتقدم سابقا
عن خلال هذه الانطلاقة. ننتقل إلى المركز الثامن، وجود أيضا جناد محمد بن علي بن حليس العباري يتقدم بو علي مقدما أيضا انطلاقة جناد في المركز الثامن. المركز التاسع القادم الشارد سليم بن حمد الكدبي يتقدم في هذه اللحظات، وكذلك وصول مشاهدين الأعزاء. هذا هو ناصي حمد بن سعيد بن الأسود العامري يأتي في هذا الانطلاق في هذا الإبداع القوي مع المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة للأسماء المتقدمة المنطلقة أمام حضراتكم في انطلاقة هذا الشوط، حيث نعود إلى المقدمة، حيث نعود إلى الصدارة من خلال هذا الانطلاق لدى وجود هذه الأسماء من القعدان المتنافسة لتحقيق الانتصار بالانطلاق المثير والإبداع الكبير. هنا مقدمة الشوط، منادي محمد بن صالح القمرة يتقدم ليقود الشوط في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي مع الصدارة. الحبسي يتقدم في المركز الثاني، سعود بن علي بن عبد الله الحبسي يأتي بوجود شاهين في منافسة شديدة للقاية مع بداية هذه الانطلاقة القوية، بينما المركز الثالث مطفي عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافي. وصل أيضا هناك مشاهدين الأعزاء مزاقي يتقدم، هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يأتي ليزاقي منذ بداية هذا الشوط. هذه القعدان في قوة التنافس، وكذلك تدخل ناصي حمد بن سعيد بن أسود العامري، غير من الخامس إلى الثالث مباشرة ليتواجد في هذا الانطلاق، بينما المركز السادس يأتي هايق سعيد بن سيف بن كديدة يتقدم في هذه اللحظات. كذلك الدخول الخطير مرموق علي بن سالم بن علي بن سريم الاكتبي يأتي في هذه الانطلاقة مع أيضا المركز السادس أو المركز السابع المركز الثامن امطيلان حمد بن محمد بن عتيق المهيري، بينما المركز التاسع هذا هو أيضا يأتي شعار كذلك بالقمدة عبد الله بن صالح بن يابر العامري مع وجود عالي. كذلك التدخل في المركز التاسع سراب صالح بن هزيم بن سيف المزروعي الذي يصل في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. ومن الجانب الآخر هايق سعيد بن سيف بن كديدة يتقدم في العشر المراكز الأولى. هذه هي الأسماء المحليات المنطلقة في العشر المراكز الأولى خلال انطلاقة هذا الشوط، خلال هذا الإبداع لوجود هذه النوعيات المتنافسة من أجل تحقيق نقطة ذهبية ختامية المرموم والتراثي. الكل حضر بما لديه من السبق للمشاركة في أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم الذي يحتضن أيضا ختاميها الكبير. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، إلى شعار السندباد القطري. هنا بالقمرة يتقدم ليقود الشوط لينطلق بالمركز الأول مع المقدمة ومع الصدارة محمد بن صالح القمرة، مع وجود منادي، مع وجود منادي مع لوحة الأربعة كيلو مترات لينتصف المسافة والمسار بقيادة منادي اللي ما زال مسيطر على المركز الأول. شوف التحركات والانطلاقات. هذا هو أيضا ناصي حمد بن سعيد بن أسود العامري ياتي بوجود ناصي بالقمدة، يصل يتقدم أيضا ليحتل المركز الثالث. عالي عبد الله بن صالح بالقمدة العامري يتواجد في المركز الثالث. المركز الرابع هناك ايضا ياتي شعار الحبسي متقدما بانطلاقه شاهين. سعود بن علي بن عبد الله الحبسي يتواجد بهذا الانطلاق، ياتي في المركز الرابع. المركز الخامس شوف التدخلات الخطيره مع سراب صالح بن هزيم بن سيف المزروعي، يصل في المركز الخامس خلال هذا الانطلاق المميز والابداع الكبير لدائره الخمس المراكز الاولى اللي بدات تنفرد عن بقية القعدان المشاركة في هذا الشوط. بدأ الحوار خماسي بتشكيل مجموعة أولى تتشكل من خمسة أسماء تنطلق في هذا الإبداع. المركز السادس وصل مطيلان مع أحد أبناء سيحان حمد بن محمد بن عتيق المهيري، يتقدم بوجود مطيلان الذي يحتل المركز السادس في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع، بينما المركز السابع هذا هو أيضا يأتي شاهين أو هناك
المتدخل. كذلك مشاهدينا الاعزاء مرموق علي بن سالم بن علي بن سيم الاكتبي خذ ايضا المركز السابع في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. شوف الاسماء القادمه من الصفوف الخلفيه، تحركت القعدان، انحنى الميدان، بدا الكل ينطلق من مركز الى مركز متقدم. هذا شقى سالم بن عامر بن عمهي المنصوري يصل في المركز التاسع خلال هذه الانطلاقه. بن حليس العفاري يتواجد بوجود ايضا شعار محمد بن علي بن حليس العفاري لياتي مع قناد في المركز العاشر. هذه العشر المراكز الاولى، هذه الاسماء المتقدمه، هذه هي الانطلاقات المثيره بابداعات القعدان المحليات. السندباد القطري ياتي ليقود مسار هذا الشوط بتاريخ عريق مع وجود ايضا منادي محمد بن صالح القمره ياتي على الصداره لينطلق بمقدمه هذا الشوط. ركز يا ابو احمد، المركز الثاني تحرك ايضا هنا علي عبد الله بن صالح بن يابر العامري يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذا ناصي حمد بن سعيد بالاسود العامري. المركز الرابع سراب سراب صالح بن هزيم بن سيف المزروعي يصل بوجود سراب على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك ايضا شاهين سعود بن علي بن عبد الله الحبسي، يتقدم الحبسي لينطلق ايضا بامال عمانيه لتحقيق ناموس هذا الشوط مع الحبسي المتقدم في المركز الخامس. طيلان يصل مع لوحة الكيلوين في المركز السادس، يتقدم من التاسع إلى السادس. هذا طيلان حمد بن محمد بن عتيق المهيري. كذلك الوصول مع انطلاقة مرموق علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي خذ المركز السابع. المركز الثامن الحذر وحذاري من الحذر عيسى بن سعيد الخيالي، يتقدم بو سلطان في المركز الثامن في هذه اللحظات وفي هذه التحديات. تاسعا ياتي شقة سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، عاشرا فجاج، فجاج يتقدم ايضا في هذا الانطلاق ليشق طريقه. فاران بن عتيق المري ياتي ايضا في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. هذه العشر المراكز الاولى باسماء جديده تدخلت ضمن دائره النداء في هذا الانطلاق، ولكن السندباد القطري ما زال يقود الشوط مع وجود منادي، مع وجود منادي على المقدمه وعلى المركز الاول، بالقمده على المركز الثاني. ثالثا ياتي كذلك ابن هزيم المزروعي ليحتل المركز الثالث. تحرك ابن سريم الاكتبي، تحرك ابن سريم الاكتبي وفقاق فاران بن عتيق بن محمد المري ياتي ايضا في المركز الخامس. معركه القعدان المحليات الاصايل كيلو 200 متر، كيلو 200 متر ما تبقى من نهايه هذا الشوط. منادي 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 على المقدمة على المركز الأول. محمد بن صالح القمرة يتقدم في هذا الانطلاق، ياتي في هذا الإبداع القوي والمثير. المركز الثاني هو سراب صالح بن هزيم بن سيف المزروعي بالقمدة على المركز الثالث. المركز الرابع ياتي أيضا فقاق، فقاق فقاق هنا يتقدم. هذا فقاق فاران بن عتيق بن محمد بن قريع ياتي في هذه اللحظات بن قريع متقدما بوجود فقاق المتدخل الى المراكز الاماميه من خلال انطلاقه فقاق المحتل المركز الثاني. المركز الرابع قادم الزرعي، الزرعي علي بن سعيد بن سالم الزرعي، بدا وجود زعفران، زعفران اول نداء له في الامتار الاخيره. هذا زعفران علي بن سعيد بن سالم الزرعي منادي ما زال على الصدارة. فاران بن عتيق بن قريع الزرعي ياتي في المركز الثالث في اللحظات الاخيره. ومنادي منادي منادي محمد بن صالح القمره على مقدمه هذا الشوط. الزرعي يتحرك بزعفران علي بن سعيد بن سالم الزرعي يصل بو راشد ليتقدم بوجود ايضا هذا الاسم وهو الزعفران. يريد الزعفران في المركز الاول، يريد الزعفران في المركز الاول. هذا بو راشد، هذا المحتكر ياتي لينطلق بابناء الصالح
السلطنة ليحقق الفوز والانتصار. أبناء الشحانية في الثاني والثالث، ولكن السلطنة يذهب الناموس، يذهب إلى جعلان، من المرموم إلى جعلان. تهانينا لأبو راشد، علي بن سعيد بن سالم الزرعي وإخوانه. المركز الثاني فقاق، فرابع عتيق بن قريع، ثالثا منادي محمد بن صالح القمرة، رابعا كان متعب سعيد بن حمد بن مصرح الإحبابي، وخامسا هناك ايضا اتانا عناد منصور بن محمد بن دحروي العامري. هذا الشوط ومساره والانطلاق المميز في انطلاقة هذا الشوط، في تحدي هذه الاسماء القوية التي تنطلق امام حضراتكم بتواقيتها الزمنية، حيث ناتي بالتوقيت الزمني. ما شاء الله 12 دقيقة 34 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي على فوز زعفران. المركز الثاني 12 دقيقة و35 وفاء وتماما، هو ايضا فقاق، فرابع عتيق بن قريع المري. المركز الثالث حل منادي بتوقيت زمني 12 دقيقة و35 ثانية وجزئين من الثانية، هو منادي لمحمد بصالح القمرة. ومشكور يا أبو أحمد على أيضا هذا الانطلاق، تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاق.